الشرف اني تحدث على شي فرقه اللي من خريبكا اللي قدمت العرض ديالها اليوم اللي سميتها قرعه من فرقه الاخوه للمسرح او الاخوه للمسرح مدينه خريبكا. لينا الشرف ان تكون عندنا فرقه تمثلنا في المهرجان الدولي للمسرح اللي كنا في خريبكا بالضبط اللي كيستضيف عده فرق مسرحيه على الصعيد الدولي. في العرض اليوم شخصيا عجبني على بالنسبه للتقنيات ديال الاخراج اللي لعبوا اليوم. كان عرض زوين، كانوا شي لعيبات ولكن تبارك الله عليهم الدراري. نتمنى لهم مسيره موفقه والله ييسر لهم الامور وتبارك الله عليكم. مرحبا بكم. اول حاجه معكم سعيد حميده رئيس فرقه الاخوه للفنون والثقافه. العرض ديالنا عرض برهة اللي شارك في الدوره السادسه من مهرجان الرواد الدولي. شكرا لاداره الرواد على الاستضافه وعلى الترحيب. شكرا للفنانين اللي كلفوا نفسهم العلاء وجاو لعندنا حنا. كيف تعطي الاسماء ديالهم؟ كجواد الخودي، شكرا جواد الخودي، شكرا اسماء بن زاكور، شكرا ازكون، شكرا يعني الليسته طويله وما نقدرش نحكم عليهم كاملين. مرحبا بكم عندنا في بريفكا. شاركنا بالعرض ديال برهة اللي كيحكي واحد ربعه الخوت في واحد الدار من ذوي الاحتياجات الخاصه. واحد النهار فاقوا ما لقاوش الام ديالهم اللي هما قرروا انهم هما يخرجوا يشوفوها يقلبوا عليها فين مشات. وبالتالي ملي كيبغيو يخرجوا كتلقاهم بزاف ديال الاعاقات وبزاف ديال المعيقات وبزاف ديال العراقيل. حاولوا مرارا وتكرارا بحيث كل واحد كلف نفسه انه يخرج يقلب على الام ديالو. وفي الاخير انه كنكتشفوا انهم عياو من الاخر، يعني ما وصلوا لحتى شي نتيجه. وبالتالي عاودوا ورجعوا ثاني من ازيرو. شنو الرمزيه ديال الام في المسرحيه؟ الرمزيه ديال الام هو الحال ديال الام العربيه الحاليه. رمزنا لها بانها هي الام ديالنا. حاولنا اننا لمحنا في النص انه يعني خدينا خليجي، خدينا بزاف شخصيات اللي مثلنا بها الامه العربيه يعني دوله بدوله. كنتمناو اننا نكونوا قدمنا واحد الصوره جميله لمدينه خريبكا، وكنتمناو ان الرساله ديالنا وصلت للجمهور ديال مدينه خريبكا. الشعور ديالكم في التجاوب ديال الجمهور مع الصراحه الشعور اش غنقول لك، احنا كنا متاكدين ان مدينه خريبكا غيتفاعلوا معنا اكثر واكثر لاننا هذه مدينتنا ومدينه العامريات. كنشكروا الجمهور ديال العامريات بسبعه، مرحبا بكم والف مرحبا. اولا اشكر جزيل الشكر لوزاره ثقافه المغرب واشكر مهرجان الرواد على منحي الفرصه هذه ان انا اشارك. هذه اول مره انا اشارك مهرجان رواد او بلا صح في القريب دعمت. اسم كريم وفرقه. اسمي عبد الله الجابري من مسرح رحاله الامارات من دوله الامارات العربيه المتحده. العمل عباره عن فقره العمل هي عباره عن نتكلم عن قتل وسفك دماء الابرياء من الاطفال والنساء وكبار السن من المدنيين في الوطن العربي اللي من غير ذنب راح يقتلوهم. فطبعا هذه تقريبا كانت نبذه عن العمل. كنت انا الحمد لله مخرج العمل والكاتب هو كاتب لبناني اسمه بلال المصري. طبعا كانت معي بنتي وداد، خلينا نقول بنتي وداد. هذه اول مره توقف على المسرح، وللعلم ان يعني اقل من 6 ساعات او اقل من 4 ساعات خلينا نقول حفظت رسمنا الحركه وعرضت في نفس اليوم. فانا يعني فخور بها جدا جدا واشكرها جزيل الشكر على الجهد اللي بذلته معي. نعم كلمه. اول حاجه شكرا لتسياتكم، وثاني حاجه شكرا جرنا الاصوات المخرج ديالي الكبير وهادشي اللي كاين. نعم كان عندك واحد الاحساس اللي هو رقيق جدا وشفت انا الدموع ديالك في الخشبه. بصح يعني اعدى ما تعبر عن فرحه ام ماذا؟ تلك الدموع. بصح كان واحد الحلم تحقق. حلم. كتعرف ملي كيكون عندك شي حلم وكيتحقق لك فما كيكون قدامك حتى شي حاجه غير تفرح حيت انه تحقق. نعم هادشي اللي كاين. وتشعري بانك اديتي الدور ديالك كممثله. الحمد لله مازال مادام المخرج ديالي كيقول لي بلي راه كان مزيان كنقول مزيان. شكرا 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 لسيادتك. شكرا. مدينة خريبكا مرحبا بكم والف الف مرحبا. شكرا للضيوف الكرام. شكرا سيكوريتي رزاق.
تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس